السلام عليكم عزيزاتي ومرحبا بكم. اليوم غنقدم لكم كرعين البقري بتفايه. كنتمنى يعجبكم هذا الطبق ويعجبكم الفيديو، وكنطلب منكم مزيد من التشجيعات، مزيد من المتابعات، مزيد من الاشتراكات. شكرا للجميع. عندنا كاس صغير مخلط بين زيت البلدية وزيت الرومية، ثومة، سكنجبير، قرفة، بزار، خرقوم، ملحة، شوية الجوزة وزعفران مطحونين، والكرعين عندنا نقيين ومغسولين بطبيعة الحال. نبدأ على بركة الله نخلط التوابل مع الثومة والزيت وكاس صغير ديال الماء في الكوكوت، ونديروا فيهم الكرعين ونشعلوا ليهم على نار هادية حتى يتشحروا مزيان. دابا غنوجدوا التفاية ديالنا. عندنا ثلاثة البصلات كبار، زبيب مفزق، نص كاس ديال الزيت، نص كاس سنيده، شويه الملحه، الابزار، القرفه، الخرقوم البلدي. غنوجدوا التفايه ديالنا. غناخذوا البصله اللي عندنا مقطعه شرائح، نضيفوا ليها التوابل اللي عندنا مع الزيت، غنخلطوا كلشي مزيان ونشعلوا ليها على نار هاديه ونحركوها كل شويه حتى تطيح لينا البصله مزيان. عاد غنحيدوا الماء للزبيب ونضيفوا البصله ونخلطوا ونغطيوها مازال حتى تطيب ديك البصله مزيان مزيان. وفي اخر لحظه غادي نضيفوا ليها السنيده اللي عندنا ونخلطوا مزيان، وغتولي التفاية ديالنا واجدة إن شاء الله. هنا غادي نضيف واحد جوج معالق من لاصوص ديال الكرعين، غنضيفوهم للبصله ونخليوها تزيد طيب واحد شويه، عاد نزيدو ليها سنيده باش تكون موجوده ان شاء الله. صافي
صافي هي التفايه ديالنا وجدات، والكرعين تا هما غيكونوا طابو، نمشيو نتلاقاو في تقديم الطبق النهائي.